جل الطرق قبيل عيد الأضحى حركة دائبة، كما تطرح عدة إكراهات يسفر عنها ارتفاع حجم تنقلات المواطنين بهذه المناسبة، والذي يؤدي إلى تزايد الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لتلبية الحاجيات الإضافية للنقل أيام العيد. وزارة تجهيز النقل بطبيعة الحال تعطي بهذه المناسبة رخص استثنائية يعني بالألاف، من أجل أن خاصة فيما يتعلق بالنقل الطرقي. أيضا الوزارة من خلال المكتب الوطني للسكك الحديدية يعني أنه كيكتف من الحركة ديال النقل السككي، ولكي نستجيب للطلب المتزايد اللي كيكون في مثل هذه المناسبات. الحمد لله كاين رخص استثنائية موجودة اللي مسلمها وزارة النقل هنا في المحطة، لأنك سهرة بالليل وبالنهار 24 ساعة على 24 ساعة، والحمد لله فيما كيكون شي إقبال على شي اتجاه كيمنحوا الرخص الاستثنائية لهذاك الاتجاه اللي عليه الناس الدرك. ومن أجل تنظيم النقل على مستوى المحطات الطرقية، تم إحداث لجنة خاصة مكونة من ممثلي السلطة المحلية وإدارة المحطة الطرقية والمهنيين، إضافة إلى تطوع بعض الجمعيات لتعبئة المهنيين والمسافرين. الهم ديالنا والهدف ديالنا هو توعية السائقين يعني باحترام القانون السير والتأني، لأن في التأني السلامة، وفي نفس الوقت يعني استهداف المسافرين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل الحفاظ على السلامة ديالهم. ما بغينا حتى واحد نفقدوه في هذه المناسبة، لأن مناسبة فرحة وسرور. إيوا هذا الشيء راه منظم غادي، هو هذا الشيء راه مزيان، ماشي هذا الشيء في صالح الجميع، ماشي في صالح ديالي أنا ولا ديال هذا ولا في صالح الجميع. نصحنا إرهاق، ولكن ما يكونش عند بنادم راه كيكون مزيان، كيكون عارف اش يدير. صافي على الارهاق، لما كانش يضوبل بزاف ولا ما كانش كياخذ صحته وتياخذ العبره ديال نفسه، كيبقى يشوف وما كيغيبش بزاف ديال الحوايج، يدير الوقت ديالو قدامنا وقت كافي، حتى ما كتدخلش التراجيد، ما كتدخلش دابا مثلا الا خرجتي من كازا وغادي لوجده ولا توريرت ولا شي حاجه، ما كتدخلش الرباط، ما كتدخلش السلاكه، كتربح بزاف ديال الوقت، كدير لوطور الطريق السيار مزيانه. موازنة مع ذلك، تسعى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلق جسر للتواصل المباشر مع كل مستعمل الطريق بمحطات عدة لتوعيتهم وتحسيسهم بالإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها أثناء السفر.